ممثلة لبنانية ولا أهضم من هيك عم نشوفها حاليا بمسلسل محرومين على شاشة الام تي في أحد 2-3-4 على الساعة 9:15 بدور أكيد كلكم عم تتبسموا لما بتشوفوها وهي روبرتا. بيصيرنا استقبل ناتاليا حماوي. أهلا وسهلا فيك. بونجور روبرتا. كيفك روبرتا؟ بونجور رانيا. طب أول شيء أنا بس بدي أقول للمشاهدين إنه أناقة جمال ترتيب عكس تمام يعني اللي عم نشوفه على التلفزيون. اكيد الشكل بضل نفسه ولكن هالطريقه التصرف هالورده المشكوكه على طول هالشعطه الموجوده يعني مش معقول هيك في نوع من ابتزال بالدور صح. بده كتير جرأه صح. اعطيني هيك شويه هيك تفاصيل عن الدور كيف قبلتي انه تاخدي ليه وعن جد يعني بده حدا انه ما يكون فارقه معه هالقصص. نحن بنعرف اوقات ممثلات كثير بيتمسكوا بشكلهم باناقتهم بهالقصص. انا ما بفكر بهالطريقه يعني انا اذا حبيت الدور بس قريته حبيته وحسيت انه ايه بدي اتحدى حالي بدي اعمله. كثير مهضوم دور مركب صعب بنت عندها شعطه اللي براسها بدها تعمله في مواقف كثير مهضومه بتضحك وانا اول مره بحياتي يعني بعمل هيدا الدور. يعني بتروحي على اشياء كوميك كمان؟ بحب كثير الكوميك. بس قبل ما كان عندك كثير يعني ما بنتذكري كثير بالكوميك. ايه ما كنت انا بحب الكوميك، انا بطبعي بحب الكوميك. نحن لاحظنا الشيء هلا تحت الهواء وتوصلت. مثلت مع فادي وكارين كذا حلقه بس ما كان اكيد مسلسل كوميكي يعني كان حلقات صغار. بس بطبيعتي بحب الكوميك، بحب الضحك، بحب القصص هيك المهضومه. وحسيت بروبرتا فيها قصص مش كل القصص، فيها قصص مني انا. فيها قصص منك يعني هالخفة الروح هالهضامة هالانه شخص ما بتفرق معه كتير اشياء يعني ما بتعلق. هلا في قصص فيها بتشبهني يعني المرحب بتحب انا مثلا اذا بحط شيء براسي بدي اعمله رفتي. بس في قصص اكيد ما خصني فيها لروبرتا يعني كلية اكيد. روبرتا خلينا نوضح انه هي بنت يعني من المجتمع العادي بتنغرم ب خبرينا بس. روبرتا بنت بشرطي السير الدركة داني اللي هو جوتراد ممثل جوتراد بتنغرم فيه وخلص بتبطل شايفه حدا قدامها غير انه بدها تتجوز خلصت الدنيا. فروبرتا بتموت عمتها وبتورث $200,000 اوف ثروه يعني ثروه وهي بالنسبه لها ثروه لانه روبرتا ما معها هي بنت فقيره بالنهايه ما معها مصاري. وهون بتبلش اللعبه كيف بدها تغري لداني انه يتجوزها ب $200,000. داني ما بتعجبي ابدا. داني مش ما بعجبه، تاني ما بحبني بيكرهني. اللي انا بحبني هو الممثل اندريا ابو زيد اللي هو هاجوب بالمسلسل هو بحبني كثير وانا بحب داني وداني بحب غير شخص. حلو. فما حدا يعني مش ظابطه السيركل كله منه ظابط. وفي كمان اليانا نعمه اللي هي نسيت اسمها هلا كمان ما تزعل مني بالمسلسل يلي كمان بتكون اخذه دور بتكون هي مغرومه فيه لاندري بوزيت اللي هو هاجوب فضايع الطاسه مع يعني وهون هدول قصص كوميك وهيدي يعني هلا طبعا عم تتاخذ بشكل كوميدي ولكن هيدي من واقع الحياه هيدي قصص صح. عم بتصير كل يوم ومن خلال المسلسل رح منشوف تداعياتها كمان لبعدين قد ايه ممكن توصل هالقصص انه تتعقد وتروح لمحلات منا كثير مهضومه يعني اوقات. خلينا نشوف مشهد حضرتوا لنا اياه او حضروا لنا اياه لمحرومين. يلا وهن عليكم حبيبتي انتم بس يلا قوموا ضربوا على بسرعه وانتم كفوا درس خاصه انت ليت حبيبي اي ساعه بيناموا الاولاد؟ أنا بعد شو؟ أنا بفتح كملي درس. لك وينك؟ هي مين هالمنظر؟ مين هيدي؟ هلا بحكيك بعد شو عن الموضوع إيه؟ يعني فعل؟ طيب أوكي. شو مين هيدي؟ صاحبتك؟ رفيقتي بعرفها من زمان. يعني مثل اختك يعني
ايه بسيطة، انا كمان عندي كتير اصحاب شباب مثل اخواتي، وهني كمان يقبروني مثلك انت حلو. انه هلا هني مش مثلك مثلك يعني مزبوط قدك يعني، بس انه حلوين. انه انت حبيبي ما في رجال بالعالم اجمل منك. يقبرني جمالك وعيونك وبشرتك. يي روبرتا، يخرب سوقك يا روبرتا، يا عيب الشوم عليكي. شو صاير معي انا؟ يا ضب لساني، صار بده قطش لساني انا. وين هالتربيه؟ وين راحت يا روبرتا؟ ما بعرف. طب شو كنت عم تقلي حبيبي؟ لوين؟ بدي فوت اعمل تليفون ضروري. ايه اوكي. انا حلوة وعارفة حالي، انا اقوى من الليالي، انا حلوة وعارفة حالي. يعني كل ما احضره للمشهد برجع بتضحك عن نعومتك هيك. اهم شيء كيف بلقطوا لداني وببرموا، هيدي كثير بحبها هاللقطه. بفتكرها من احلى لقطات بالمسلسل. انت والغنيه اللي دائما بترددها، انا حلوه وعارفه حالي. بس السؤال هو انه منحس كانه عم تلعبي دور مركب يعني، وكانه عم بتبيني انه عم تستغبي، ولكن انت منك غبيه. صح. بدورك، لانه رح توصل لاخر شيء بفتكر. هلا ما بعرف، بدك تحضري، بدهم يحضروا لنشوف اذا بوصل. لا بقدر يعني انه رح توصل للي بدك اياه. ما بعرف هلا، بدهم يحضروا ليشوفوا. جربت وقعك؟ لا ما رح توقعي رانيا، بس هي بنت بتعرف شو بدها وخلص عارفه انه رح توصل. براسها داني وبدها اياه. قلت لك برجع بعيد تما تزعل مني، اليانا نعمه هي دارين بالمسلسل، هي هو سارك وما حدا بحب الثاني يعني. فانا بحبه لداني، كله حب من طرف واحد. من طرف واحد. اوكي. فبدي اياه لو شو ما صار. فهي بتلعبها ذكيه يعني، بتروح لعنده ما بدي اياها. مع كل الحلويات اللي عم بقدم لك اياها، اقوب ولا ممكن، مستحيل ولا صحن ممكن. صحن الكنافه وزنود السر. بدي له هاي لهاجوف، لانه قال لي اذا ما تقولي لي هاي ما بقى يبعث لي الدي جي. وانا بدي له هاي، لانه ولا اهضم من هيك بالمسلسل. عن جد يعني فعلا كثير مهضوم. بتقولي انه استمتعتي واستفدتي من تجربه التعامل مع المخرج وائل ابو شاعر. ايه صح. ليه بتستفيد يعني، ليه ممثله او ممثل ممكن يستفيد من تجربه مع مخرج؟ بس خليني اقول للمشاهدين انه حضرتك دارسه اختصاص ميديكال، يعني شيء إيه؟ ما له علاقه ابدا بالتمثيل. صح. كيف وصلنا لهون؟ هلا رح اقول لك كيف وصلنا، بس اول شيء رح احكي عن المخرج وائل ابو شعر. اول شيء انا انبسطت انه وقفت قدام الكاميرا تبعه. مخرج بيجي على السات بيعرف حاله شو بده من الممثل، وعامل ديريكسيون داكتور، وبيعرف يطلع منك الاشياء اللي لازم يطلعها. كيف يعني؟ باي طريقه؟ اول شيء بالتشجيع، بالملاحظات. اول شيء بشجعك، وفي حوار، في نقاش معه يعني. يمكن انا مثلا اقول له روبرتا دور مركب يعني، فيني قد ما بدي زيد وقد ما بدي نقص. كان في نقاش معه دائما، وهذا الشيء كمان ساعدني اكثر انه اعطي اكثر يعني. لما المخرج بشجعك وبناقش معك وبصير يقول لك ايه هيك فيك تعملي وايه هيك احسن، او يعطيك هو افكار، بتوصلي لمطرح بتحسي انه انت مرتاحه بهذا العمل، وهذا اللي بخلي هذا بتصير الممثل ينجح يعني. اكيد اكيد بصير في ثقه من الممثل بحاله، وبصير يعطي للعمل بطريقه افضل يعني. وهذا الشيء صار كمان مع جو تراد. نعم. جو هو صديقي وبحبه كثير على الصعيد الشخصي، وهو ممثل كمان كثير شاطر، وقدر اثبت حاله بهالدومين انه هو ممثل قادر يعطي وشاطر. كمان جو كان عم في قصص مثلا، كان هو عم بيقول لي تعي نعمل هيك، او تعي مثلا نلعبها بهالطريقه، لانه دور مركب ولانه فينا نزيد ولانه لازم يكون في انسجام. صح. ايضا بين الممثلين. صح. ولانه ريحني هالقد جو، هالقد انا كنت مرتاحه، وهالقد انا كنت عم بلعبها بطريقه اقدر كون على راحتي اذا بدك للاخر، لانه ببين انه كانه في اشياء هيك ارتجاليه عم. صح. تطلع معك. صح. هيدي كانت مني ومنه رانيا. يعني هو كان يقول لي مثلا هلا مثلا قولي هلا هيك، او قطعي هالجمله، او مثلا انه تعال نقول مثلا هيك، عرفتي؟ لانه هالقد في انسجام بين بعض، ولانه هالقد هو مرتاح مع حاله. خليني انا كمان كون مرتاحه بهيدا الدور. وكاتبه الناس طبعا جريتا غصيبه. أكيد. من وجه لها تحيه. أكيد. ما كان في تعليق على الموضوع من قبلها؟ أنا شخصياً ما بعرفها، بس أنا معجبة كتير
بالكتابة تبعها. نعم. يعني النص المحرومين نص كتير حلو بناقش وبيحكي على مجتمع نحن عايشين وهيدا حقيقة، يعني العيال الفقيرة، الناس المهمشة، أوقات في نوع من تجارب بيقعوا فيها. صح، يعني مش بس عم تحكي عن قصص الحب، حتى في قصص حقيقية نحن منعيشها، البطالة، الشغل، ما في الحياة، الفقر، يعني الناس في بتحسي عن جد في ناس مهمشة ما حدا معه خبرها. أكيد. ومنشوف كمان الشباب بيها المسلسل قدي بيقعوا بتجارب، قدي ممكن يغلطوا. صح. لأنه بحاجة، لأنه من وراء العوز والحاجة قدي ممكن يروحوا، ولكن كله محطوط بإطار خفيف. صح. مهضوم. مزبوط. من دون ما نكون عم نحس بهالدراما المزعج اللي بتعملنا يعني كآبة. كله يعني مسجز رانيا، يعني بيوصل لك المسجز بطريقة كتير حلوة وكتير مرتبة، وهو يعني خليط دراما وفيه كمان شوية كوميك ومواقف مهضومة لذيذة، إن كان من كذا حدا من المسلسل. فحبيت هيدا النص، وفي وحبيت الطريقة اللي يعني تسلسل الأحداث كيف صايرة كتير كتير حلوة، وكيف فعلا هيك يعني التركيبة كلها بين. صح. القصة، الأحداث، التمثيل يلي رح نحكي عنه بعد شوي. كمان حضرنا مشهد تاني، خلينا نرجع نتذكره سوا. أوكي. بونجور. أهلا روبرتا. بعد ما افتصت بهالشوب يا حياتي؟ شغلي شو بدي اعمل؟ طب بعد ما خلصت اليوم؟ طب اي ساعة بتخلص اليوم؟ شو في عم تزمري كلها اسم ميرا عبكة الصبح؟ لك طوشتينا يا اختي، شو في؟ اعملي معروف طلعي بالسيارة. ما معقول شو هالبلد شو بحبوا يزمروا؟ افت؟ ما بدي اطلع بالسيارة. بس صفي بنص الطريق. تفضلي. الشهر اللي هو يعطيك العافية خي داني. أهلا زياد، ميه؟ أي ساعة بتخلي الشغل؟ أنا خلصت. يلا مشي مشي. لا لا روبرتا، أنا بروح بالباص. أنا روبرتا علم الدين، خلي دركي داني الحاج يطلع بالباص؟ مستحيل. مشي مشي ولك مشي يا عمي، ما بدي أعذبك. ولك مشي، طلع يلا طلع. انت على مدين رئيس الجمهورية هي يعني؟ ايه رئيس الجمهورية على الاخر يعني. ايه شو رئيس الجمهورية هي يعني روبرتا على مدين؟ لا بس احلى من هيك، انه عاملة نوع من النكران للواقع. ايه يعني ما بدك تشوفي انه هو ما بطيقك. لا لا لا، هي ما انت بالنسبة لك يعني حبيبك. ايه ايه خلص. خلص ولو رافض ما بيطلع فيك بعيونك، بضل معصب عليك يعني، بتروحي لعنده على البيت وبتقعدي معه. بقول لي انا فيلي، بقول له انت يلا تعال نشرب قهوة، بقول لي انا مثلا يعني رح تبلش تطبخي بعد شوي بالبيت يعني. يمكن ما بتعرف شو يا طبعا حدا بيعرف. بدك تحضر الكاست قد ايه لازم يكون فيه انسجام، الممثلين قد ايه لازم يكون الجو حلو بيناتهم لحتى يطلع عمل حلو، او برايك يمكن هيدا الشيء ما بيأثر يعني؟ لا هيدا الشيء كثير بيأثر. بالعكس الكاست كان كثير حلو، ان كان يعني من توني عيسى لجوي خوري لايات يبا، يعني ما رح عدهم كلهم تا ما انسى، سوري ما بدي انسى الي متري. بدنا نوجه لهم تحية كلهم على تحية كل حال، لأنه عم يلعبوا بشكل رهيب 100%. كلهم بعقدوا وكلهم عم يلعبوا أدوارهم بشكل كتير حلو، الناس كتير حبتهم الحمد لله. كنا جو كتير مهضوم، يعني كنا نروح على الست مش رايحين قصاص، روح ننبسط. هالصبية الزغطورة المهضومة يلي عم تلعب دورة بشكل رائع رائع يعني، بنته لطوني بالمسلسل مزبوط. كمان فعلا كتير شاطرة، واكيد هيدي البنت نطرة مستقبل كتير حلو فعلا. فكنا نروح على ست كنا يعني نمزح نضحك، بتحسي كتير قراب لبعض، ما كان في جو معصب، كان في جو لذيذ مهضوم، كنا يعني ننبسط انه رايحين على ست التصوير. بس ما نسيت تخبريني كيف بلشتي بالتمثيل. ايه بين التكنيسيان بالراديو الايكولا للتمثيل. صح، انا كنت تكنيسيان ديكوغرافي، تعرفت بالصدفة. أنا كنت كتير حب مثل، يعني من الأشياء اللي كنت حبها كتير إني مثل، بس ما أعرف كيف وين ومع مين. فبالصدفة تعرفت على الكاستينج دايركتر بمروى جروب، هي جيسي فرانسيس،
وسالتني بتحبي تمثلي؟ قلت لها اكيد بحب مثل. قالت لي اوكي في عندي دور، دور كثير صغير كان مع الممثله نادين الراسي، وكان اربع جمل، كان كومبارس يعني، كان دور كثير صغير، فاخذته وبلشت تكر الجره او تكر المسبحه مثل ما بيقولوا، وبلش رجعت عملت المراهقون، رجعت حياه دراما، رجعت اخترب الحي، حياه سكول، عشر عبيد صغار، واول نظره، واليوم عم نشوف زوجتي انا. يعني انا بلشت مع مروه جروب، نعم، لهيدي الشركه اللي انا بحبها كثير. هاي لمروان عم يحضرنا، اكيد بدي اقول له هاي، وانا بحبه كثير لاستاذ مروان وبحترمه كثير. انا بلشت معهم بهيدي الشركه، يعني بعتبرها يعني شركه بحبها لانه بلشت معه، ولانه بلشت فيها، ومعامله عندك بتعقد. ان شاء الله بتكون في معامله مع الكل يعني، اكيد. وبعدين انطلقت بمسيرتي لاشتغل مع الكل، وهلا محرومين مع استاذ زياد شويري. كمان بوجه له تحيز، استاذ زياد بعقد كثير، انسان محترم، بحبه كثير كمان. اونلاين برودكشن، ومهم تكوني كمان مرتاحه كتير بالعمل يعني كثير. انا يعني يمكن ما لازم احكي كثير لانه انا مثلت بهذا المسلسل، بس انا عم بحكي ضميريا. الكاست، شركة الإنتاج، أستاذ زياد شويري، كان كل يعني كلهم فعلاً يعني بتشرف إني تعرفت عليهم واشتغلت معهم. وأنت كمان أدى وقدود ناتالي، يعني اليوم من بعد هيك أدوار ومبين قدي عم تطلع هالسلم درجة درجة، صح. وما عندك مشكل بالموضوع، لا يعني مع أنه بشغلك ناجحة وبعدك موجودة وعم تتقدمي أيضاً كمان بهالمجال الثاني اللي هو المجال الطبي. تركته وقفت لا وقفت يعني معناتها رح بتزيدي أكثر وأكثر التزاماتك التمثيلية. لما بلشت تصيري تنعرفي أكثر كمان، هل من هلأ ورايح بتصيري تفكري بشكل جدي قبل ما تاخدي دورة معين؟ أكيد. أو بدك تدرسي خياراتك أكثر، أو بتحسي أنه خلص بعدني إذا بحب هالدور بدي أخده؟ لا، أنا مثل ما بلشت رح كفي راني، يعني عطول كنت نقي الأدوار اللي فيها تحدي، الأدوار الحلوة، يعني ما بيخد دور، ما بحب عيد الأدوار هني زيتهم. يعني اخترب الحي كان غير عشر عبيد صغار، عشر عبيد صغار كان غير المحرومين، محرومين كان غير زوجتي أنا، يعني كان كل دور شيء. لا روبرتا، حتى روبرتا ما في ولا دور عملته بيشبهه. فهلأ بصير في مسؤولية أكتر عليك، بتصير تحس أنه يعني رح ضلني مكفية مثل ما بلشت، نقي الأدوار الحلوة اللي بتلبق لي، اللي بقدر من خلالها أنه أقدر أوصل للناس بطريقة كتير حلوة ومهضومة. بهمك أنه يكون دور بطولي أو لا؟ هلأ ما في حدا ما بهمه، أكيد ما حدا رح يقول لا أكيد. إذا في دور بطولي أكيد طبعاً. ما في حدا ما بهمه، ما في حدا ما عنده هيدا الطموح، والحمد لله أنه أنا دور روبرتا هو من أدوار البطولة بالمحرومين. بس هيدا الشيء ما بيوقفك أو ما بيخليك ترفضي؟ لا لا لا، يمكن الدور الثاني يكون دور كتير حلو ويمكن يعلم عند العالم أكثر من دور الأول. سبقتي لي يعني هيك تعليقي على الموضوع أنه دور روبرتا يعني اليوم علق بذهن الناس وحتى حفظوا اسمها وكاركتيرها وهضمتها كلها، يعني ولو أنه هو مثل كأنه مش ثانوي ولكن مش البطولة المطلقة. صح يعني. مزبوط. فممكن يعني يكون في دور مهضوم كتير أو مؤثر كتير ببعض الأحيان، صح، وما يكون بالكمية 100% أيضاً. ما ضروري يعني يمكن يكون دور كتير حلو ويلبق لي وأقدر وصل المساج مزبوط من وراء وما يكون دور بطولة. بتشتغلي على حالك كممثلة، بتتعلمي تقنيات جديدة، بتستعيني باختصاصيين بالمحيط؟ أول شيء إذا عندي نص بين إيدي بدرسه منيح للنص، بسأل عنه، يعني بجرب فوت احضر كثير قصص لحتى اشوف اللي قبلي كيف عملوا. يعني بالنهايه انا ماني دارسه تمثيل رانيا، مزبوط، عرفتي، فلازم اشتغل على حالي اكثر لحتى اقدر اتطور. اذا ما اشتغلت على حالي رح ضلني محل ما انا، رح اوصل مطرح رح ضلني محل ما انا. في شيء جديد محضرتي؟ في شيء جديد هلا، في عندي مستقبل قريب الله رات، في عندي مسلسل جديد هلا مع ايجل فيلم، هو ثواني لعمار شلق وريتا حايك. أنا ضيفة معهم وحبيته كتير هذا المسلسل،
بتمنى لهم توفيق اكيد. بنوجه لهم اكيد بوجه لهم الف تحيه ويعطيهم الف عافيه. اكيد. وبدي اقول لك انا ان شاء الله دائما بنشوفك بتقدم دايم وبهالهضامه وبهالخفه الظل كمان والتواضع. اهلا وسهلا فيك نتالي حماوي. وبدي اقول لك شيء كمان رانيا، انت لازم تمثلي لانه انت شخص كثير مهضوم كثير قليب للقلب. بنمثل بين بعض والله. انا يعني انا بطلب من المنتجين رانيا شخص كثير مهضومه متعقد ولازم تمثلي. مش عم دفشه. شكرا لك نتالي، ثانك يو لوجودك معنا. لهون تنتهي حلقتنا ب ام تي في الايف. بدي اشكر من اول وجديد تيم ام تي في الايف اللي بحبه كثير. نهار الحلو وبدي اتمنى لكم ويك اند ممتع. باي باي.